الجراجي لم يقدم الاستقالة، وعندما طرح عليه السؤال من قبل صحفي مغربي في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة قال: سوف نعود إلى المغرب وأجلس إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية وسوف نتباحث الأمر سويا، ولم يقل بأنني مستقيل. أسأل اليوم الذين أرادوا أن يعطوا للجيران مادة دسمة حول ما يجري عندنا، ويقولون بأن هذا هو المثال الحي للناخب يعني النشط والذي يقدم يعني أمور إيجابية في عالم كرة القدم. كيف سوف يعلقون على ما حدث للمغرب وهو يقصى، ويعلقون على ما قام به الركراكي وهو لم يستقل ويعود إلى أراد أن يعود إلى الأراضي المغربية لكي يتباحث الأمر مع رئيس اتحاديته الذي هو فوزي الأقجع؟ على هؤلاء الذين كانوا يعطون المثال مثال الركراكي لتقزيم جمال بالماضي أن يتحدثوا اليوم ولا يصمتوا، لأننا ننتظر ماذا سوف يقولون لنا والمغرب يقصى والركراكي لم يستقل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع ومرحبا بكم فيديو جديد. قبل ما نبدا نتمنى انكم تدعمونا بلايك الفيديو وخليوا لي التعليقات ديالكم في الموضوع. الناس اللي ما مشاركيش معايا في القناة نتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا، وعلى بركة الله نخليكم مع الفيديو اللي غادي تستمعوا فيه للمحلل الجزائري الروبيو على ما يبدو انه يسمع الكلام ديال وزير الاتصال الجزائري فاش خرج وانتقد البلاطوهات الرياضية في الجزائر وقال لهم راكم خرجتوا على السياق الرياضي وهذاك الشيء اللي كتقدموه يعني لا أسس له بالإعلام الرياضي، وانتقدهم ووصفهم بالإعلام الكذاب. اليوم الروبيو جاب واحد الفيديو قديم كنتكلم عن المنتخب الوطني المغربي في المونديال ديال قطر ولصقوا ما بين الكلام ديالو في الكأس أمم أفريقيا بالكوت ديفوار، وقال لهم باللي أنا كنتكلم بكل حيادية وكنتكلم يعني بدون جرح الآخرين. قال المنتخب المغربي يعني قلتكم في المونديال غادي يوجد صعوبة كبيرة في كأس أمم أفريقيا، قال لهم هذا ما حصل، المنتخب المغربي خرج من الدور الثمن. وتكلم ايضا على وليد الركراكي وقال لهم الاعلام المغربي كيتعامل بحياديه وبكل روح رياضيه مع المدرب ديالهم. قال لهم حطوا عليه السؤال بعد الاخفاق امام المنتخب جنوب افريقيا، قالوا له وليد واش غادي تزيد مع المنتخب ولا غادي تستقل؟ قال لك وليد، قال لهم اودي غادي نمشي للمغرب وغادي نجلس مع رئيس ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي القجا، وتما غادي ناخذوا القرار النهائي واش غادي نستمر مع المنتخب ولا ما غاديش نستمر. قال لك على غرار حنا في الجزائر، قال لك من بعد ما خسرنا وخرجنا قال لك كلشي نزل على بالماضي وتعامل مع بالماضي بطريقة غير احترافية. قال لك حنا دوك قدمنا واحد اللقمة دسمة للإعلام ديال الجار كما قال لك باش يبقاو يتكلموا فينا ويهضروا فينا، حنايا ما نتكلموا لا على بالماضي لا حتى شي حاجة، نتمنوا تستافدوا غير بالدرس ديالنا والأخلاق ديالنا. أنت كتكلم ديال السير روبيو كتقول بأن الإعلام المغربي تعامل بكل جدية مع وليد الركراكي رغم خروجه من كأس أمم إفريقيا يعني في الدور الثمن. اليوم أكيد الروبيو دار عقله وسمع الرسالة ديال الوزير ديال الاتصال ديالهم اللي انتقدهم واعتبر بان بعض المنابر الرياضيه الاعلاميه سبب الفتنه داخل الجزائر وخارج الجزائر. اخواني نخليكم